تحت شعار تقييد قبل ما تصيد اطلقت اذاعه راديو مبادره مواطنه سمتها من تصيد تهدف الى تشجيع المواطنين المغاربه على التسجيل في اللوائح الانتخابيه للمشاركه في الانتخابات المحليه المزمع اجراؤها شهر يونيو المقبل. فكره جاتنا احنا هنايا بيناتنا خممنا قلنا حتى حاجه ما دارت باش الناس يمشيو يتقيدوا وصنخبرنا التقييد افون 31 ديسمبر وقلنا خصنا نديروا شي حاجه ما تستنينا حتى واحد ما هضرنا مع حتى شي واحد لا وزاره لا حزب سياسي ما كاين حتى واحد معنا ما كاين والو حيت الناس كيقولوا كاين اللي كيقول راه هادشي راه موراه وشي واحد حنا مورانا حتى واحد حنا ما بقاش نستناو حنا قلنا واحد حاجه سهله قلنا حتى شي حاجه ما دارت قبل هذه شارونس حنا نديروها ما نستناو حتى واحد يلا زيد عيطنا المغنيين عيطنا المسلم عيطنا لديزيدروس عيطنا لفان باش يدير موسيقى عيطنا لمنال عيطنا لشايفين عيطنا لحمد السلطان شرحنا لهم كيفاش ما نديرو تقبلوا داروا معنا الاغنيه تصوبت في الزربه واحد 3 ايام صوبت الاغنيه مامنين وما جايين مامنين داكشي اللي كيديروا فيه وجاو وداروا وحنا كنا كنتسناو بين الناس غادي يقولوا واحد الوقيته هادشي راه مورا شي حاجه مورا شنو هادشي مورا الخير حيت حنا كنطلبوا الناس يمشيو يتقيدوا يكونوا كثار والشباب والشباب يمشيو يتقيدوا كثار باش يقدروا يصوتوا على هذاك اللي يستاهل التصويت ديالهم بلا رشوه نقيه وقد ما كنا كثار قد ما غادي تكون الانتخابات نقيه. Et à les informer sur les nouveautés, surtout. Et radio نظمت سلسلة من اللقاءات التواصلية بالمدارس العليا في مختلف مدن المملكة من أجل تحسيس الطلبة المغاربة بضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية. هذه الحملات التحسيسية شارك فيها عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين في المغرب. حملة مهمة وأساسية وعندها قيمة كنظن غتكون عندها قيمة مضافة وخص يكون حملات أخرى موازية بنفس المستوى وكل واحد يتحمل مسؤوليته. اليوم ممكن أن نمشيو نخرطوا في لوائح ديال الانتخابات اليوم إيت راديو كوميون راديو كوميونوتير اللي كيتصنتوا لها بزاف لي جون سورتو هاد الفئة المجتمعية كيتصنتوا لها يعني مهم بزاف أنهم يتعرفوا عن طريقها أنه كاين انتخابات بعدك في 2015 وأنه كاين مفتوح لو إحدى انتخابات من أجل التسجيل فهذه حاجة مهمة. تقيد باش غدا يحسبوا لك داك لا بغيتي تعزف يحسبوا لك داك العزوف ولا بغيتي تشارك كنطلب منه يترشح ماشي يصوت يترشح داك الشعب المغربي. تقيد قبل ما تصيد يا أخي ويا أختي. هيت راديو استعانت ببعض الفنانين المغاربة شباب لتسجيل قطعة غنائية تحت عنوان من تصيدش والتي جرى إنتاجها خصيصا لمواكبة هذه المبادرة كما أنها وضعت موقعا إلكترونيا رهن إشارة المواطنين المغاربة من أجل التسجيل في اللوائح الانتخابية. هادي حنا بدينا تقريبا شهر ونص باش بدينا كنقولوا الناس سيروا تقيدوا في القانون التقييد قبل 31 ديسمبر وطلبنا لهم قلنا لهم اجيو نديروا شي اغنيه باش نطلبوا من الشباب زعما حنا خممنا فيها ما معنا لا حزب سياسي لا وزاره لا والو منا لينا حنايا واليوم لصقنا اخبار هو انه وزاره الداخليه عطات واحد المقترح اللي عطاته الحكومه باش الفتره ديال التقييد طوال يطولوها والجديد وهذه خبر مزيانه وهذه خبر هذه خبر زينه وعلى بزاف اللي هي انه غادي التقييد يبقى حتى 19 والتقييد غادي يولي بانترنت لا كارت ناسيونال انترنت غادي تقييد خاصنا نكونوا حنا مقيدين بزاف تقييس مي كاينه في الاجنده ديالي سوبر دونك عارف بان الاذاعه خصصت برامج وحصص اذاعيه مباشره لمواكبه حمله من تصيد شارك فيها عدد من الفاعلين المغاربه في عده مستويات بغيه الدفع بالمواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابيه داكور خصنا نديرو الثقه بديت نبدا غير بواحد لا بتيت كونفيزيون اللي انا كنحس بها واقعه جينيرال اللي عندها علاقه بالناس اللي بور لو فوت واللي كونتر ايتترا ايتترا القضيه اللي تري سامبل وكنشوفها تقريبا بحال ان جو دونفون كنقولوا باللي ما بقى امال ايتترا ايتترا دونك كنخليو بحال دي بلوغ خاويين اييه
هما داك البطاقات الناخب ديالنا اللي ما كنمشيوش نديهم باش فعلا بهم كيوقع داك التلاعب اللي حنايا من بعد كنقولوا باللي وعلاش الاخر طلع وعلاش الاخر هبط تو ماروكان تو سيتويان اي سيتويان ماروكان اون لو دووا دالي فوتي Et bien sûr, ils doivent atteindre la majorité, l'âge de la majorité qui est de 18 ans, mm-hmm. et ils doivent jouir de tous les droits civils et politiques. D'accord. Donc sinon, c'est plus un devoir qu'une obligation. من حقك فهمتي ما تفكرش بزاف وما تقولش قال لي فلان ولا بغيت يدفعني فلان ولا شي حاجه داكشي ديالك عادي بينك وبين راسك هضر مع راسك وقول هذا حقي كمواطن مغربي باش نحس براسي بانني مواطن وعندي واحد الدور من جانبها طلبت الفنانه المغربيه سلمى رشيد من المواطنين المغاربه الاسراع بالتسجيل في اللوائح الانتخابيه من اجل المشاركه في الانتخابات المقبله شهر يونيو المقبل وتبقى هذه المبادرة هي الأولى من نوعها والتي يتزعمها شباب مغاربة من تلقاء نفسهم مبادرة لقد صدى طيب ويتوقع أن ينخرط فيها عدد كبير من المواطنين المغاربة وكل عيادة كل تكون كلمة ياك الرجل هو كلمة شو الرجل يكون قلت لك شخصية ملي كنقول شخصية يعني كتشمل كل شيء ويكون إنسان محترم إنسان يعني مثقف إنسان اللي غادي تستوعب